أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نحن عشية الجمعة 23 بعد الماء من الحراك الشعبي السلمي الذي يتواصل الحشد الأمني والقمع القضائي ضده بالاعتقالات والمتابعات والأحكام الظالمة ضد ناشطي الحراك السلميين كما يؤكد القانونيون، اعتقالات تطال الأساتذة الجامعيين، إعادة اعتقال الأستاذ دكتور عبد العالي الرزاقي اليوم مرة أخرى، وأحكام يوميا تصدر في حق ناشطي الحراك، الاعتقالات التي طالت الآن أكثر من 270 معتقلا. من عناوين المشهد، تبون يعلن بدأ الاستشارات لتشكيل حكومة عقب تقديم جراد استقالة حكومته له، وذلك بعد يوم واحد من إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي شهدت مقاطعة قياسية، فيما ثمنها الرئيس السابق زروال في مكالمة له مع تبون، وما وصفه المستوى الذي بلغته الجزائر في احترام إرادة الشعب في اختيار ممثليه، وهو ما يسرع في استرجاع الثقة المفقودة بين المواطن والسلطة، رغم ما سجل من عزوف كما نقلت الرئاسة عن زروال المتهم في المقابل بحدوث أثناء حكمه واحدة من أكبر عمليات التزوير الانتخابي في الجزائر. حكومة على وشك المغادرة، ولكن أيضا على وشك المواصلة والتجدد، ففي كل الأحوال الحكومات لا تمثل فرقا ولو بسيطا في تسيير البلاد، إذ أظهر التسيير العشوائي للبلاد منذ الاستقلال عدم ضرورة وجود برلمان أو حكومة أو رئاسة، فقد استمرت الجزائر لأزيد من 7 سنوات دون رئيس، وتسير فقط بكادر رئيس بصورة عادية. وزراء الحكومات الذين كانوا يجتمعون لتكريم الكادر يمكن الاستغناء عنهم ببساطة، والبرلمان الذي يعترف منتخبوه بأنه ناجم عن عملية تزوير شامل وغير مسبوق ونسبة مشاركة هي الأدنى تاريخيا، لا يمكن أن ينتظر تشكيل حكومة تضع برنامجا تنمويا يعتمد عليه في مستقبل الجزائر. حكومة جراد التي قدمت اليوم استقالتها كانت في الحقيقة مستقيلة منذ يوم تنصيبها، فقد أخفقت في كل التحديات التي واجهتها، بدءا بالوضع الاقتصادي المتردي الذي التزمت بمعالجته، وانهزمت أمام تراجع القدرة الشرائية وانهيار الدينار، وانهزمت في مواجهة التحدي الصحي لجائحة كورونا، ولم تلتزم بوعود توفير اللقاح ولا صناعته ولا تصديره، ولم تستطع إلى هذا الوقت تقديم تفسير للتسيير العشوائي للخطوط الجوية الجزائرية ولا للحدود التي ليست مفتوحة ولا مغلوقة أمام الجزائريين في الخارج. حكومة جراد فشلت في تنظيم وإخراج موعدين انتخابيين مصيريين بالنسبة للسلطة، وحصلت على أدنى مستوى من المشاركة الشعبية في تاريخ الجزائر. حصلت حكومة جراد بالمقابل على أعلى رقم للمعتقلين والمسجونين في تاريخ الحكومات التي تعاملت مع الثورة السلمية، التي سيكون غدا موعدها مع الجمعة 23 بعد 100 للمطالبة بالتغيير الحقيقي الذي تنجم عنه برلمانات وحكومات منبثقة من الإرادة الشعبية حتى تتمكن الجزائر من الانطلاق نحو المستقبل. معنا في نقاش اليوم عبر خدمة سكايب من قسنطينة أبو جمعة غشير، محامي ناشط حقوق الرئيس سابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان. أستاذ أبو جمعة غشير، حقوقيا الاعتقالات متواصلة، الانتقام حتى كما ذهب الوضع البعض لوصفها، واستهداف ناشطي الحراك رغم الحشد الأمني، يستمر القمع القضائي، الاعتقالات اليوم الأستاذ عبد العالي الرزاقي يتم إعادة اعتقاله مرة أخرى، وبعد أيام من اعتقالها الرقابة القضائية للأستاذة فتيحة بريكي وأيت عبد السلام هنا والعدول سارة، فيما أوامر بالإيداع في حق الناشطين آخرين رزاق سفيان صم الله محمد، ويوميا صدور أحكام ظالمة يصفها الحقوقيون. طبعا الشيء يؤسف له، لأنه الجزائر كان أملها، وخاصة والجزائريين بالذات
كان أمل لهم أنهم يدخلوا في مرحلة جديدة لبناء دولة جديدة مبنية على الحقوق وعلى الحريات وعلى الديمقراطية. لكن بكل أسف رغم أن الكل استفاد من حراك 22 فبراير 2019، إلا أنه الأغلبية تنكرت لهذا الحراك التي استفادت منه، والآن رجعنا إلى العادات القديمة والمتمثلة في الاعتقالات وحل المشكل السياسي عن الطريقة الأمنية. الحل الأمني في جميع المجتمعات لم يحل أي مشكل سياسي، وبالتالي فأن النظام مطالب الآن أكثر من أي وقت مضى إلى الجلوس إلى طاولة الحوار مع كل الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين، والخروج بخارطة الطريق تبعده على هذه الاعتقالات وتبعده على المحاكمات وتبعده على كل شيء، وتجمع الجزائريين نحو هدف واحد وهو بناء جزائر جديدة ديمقراطية حكمة رشيدة والقضاء على الفساد المستشري في كل دواليب السلطة. هل السلطة في حالة إنكار أستاذ بوجمعة غشير هذه الاعتقالات في مقابل مقاطعة شعبية تاريخية لانتخابات عولت عليها السلطة، سلطة ماضية، هل هي في حالة إنكار بالمعنى المرضي وبالمعنى السياسي؟ والحديث عن تشكيل حكومة ومشاورات يقول تبون بعد استقالة حكومة جرة. لا، هذا شيء طبيعي، لأنه يعني بعد انتخابات لمجلس الشعبي الوطني شيء طبيعي جدا أن الحكومة تستقيل وأن الرئيس يقوم بمشاورات من أجل تشكيل حكومة جديدة. طبعا لأنه الدستور يمنحه هذه المهمة، لأنه هو النظام الجزائري يعطي للرئيس، هو الذي يختار رئيس الحكومة وهو الذي يعين الحكومة، وبالتالي شيء طبيعي جدا أن يقوم بمشاورات. ولكن ما يرجوه الجزائريون أنه يجب الاستفادة من التجربة السابقة من الحكومات السابقة التي كانت بكل أسف لم تؤدي دورها كما ينبغي، وخاصة في مرحلة الانتقال الذي كان يصبون إليه الجزائريون. لذلك أعتقد أننا نتمنى من الرئيس أنه في مشاورته يقوم بالحصول على أكبر قدر من الكفاءات، وليس فقط الكفاءات ولكن أيضا الموسومة بالنزاهة، لأنه المشكلة في الجزائر ليست فقط كفاءات، لأننا رأينا أن كفاءات كبيرة جدا ولكنها تورطت بكل أسف في قضايا فساد كبرى. لذلك أعتقد بأنه يجب ليس فقط البحث عن الكفاءة ولكن أيضا عن النزاهة، وخاصة وأننا نرى الآن يعني بعد هذه الانتخابات أن الحياة فقد عند الكثير، وبالتالي من الذي يفتقد الحياة لا يمكن أبدا الاستعانة به في تسيير دواليب الدولة. ولكن هل المشكلة مشكلة حكومة وكفاءات أم مشكلة منظومة بأكملها؟ منظومة جاءت بتبون، يعني عندما تقول نتمنى من السيد الرئيس أن يجلب كفاءات، يعني طبعا الحكومة السابقة سماها كذلك حكومة كفاءات. لا، نحن متفقون بأنه، وربما حتى السيد تبون في حد ذاته متفق بأن الأمر يتعلق بمنظومة حكم لا بد أن تتغير. هذا شيء بديهي الآن، وكل الآن صار يؤمن به. ولكن أعتقد بأن الأمر، لما أقول أن السيد تبون باعتباره يحظى بميزتين، أنه من ناحية القانونية هو رئيس الجزائر، ومن حيث المؤسساتية أيضا هو رئيس الجزائر، وبالتالي مهما يكون من أمر الآن بقود القيادة بيده، هل يستطيع أن مثلا بصرف النظر عن الأخطاء السابقة وأيضا الأخطاء الموجودة على مستوى كل دواليب السلطة، هل يستطيع
أن يجعل من عهدته مرحلة انتقالية تؤدي إلى القضاء الكلي على النظام السابق أم سيفشل. أعتقد أنه أمام رهان كبير جدا جدا، إما أن يدخل به التاريخ وبالتالي يجعل بصرف النظر على الطريقة التي الانتقادات الموجهة إليه والطريقة التي الظروف التي جاء فيها إلى آخره، ولكن الآن باستطاعته إما أن يدخل التاريخ من بابه الواسع ويجعل من عهدته الانطلاقة نحو مستقبل للجزائريين يمنحهم الديمقراطية والحرية وكل وينطلق اقتصاديا ويجعل ويوحد الجزائريين حول هدف واحد وبناء دولتهم الجديدة، أم أنه سوف يفشل وبالتالي لا يصل إلى المبتغى الذي طالب به الحراكيون منذ 22 فبراير والذي هو دائما يصفه بالحراك المبارك. هل هذا الشيء المبارك يمكن أن يضفي على مسعاه أمور يعني هامة جدا للجزائريين أم يبقى مجرد كلام يعني بدون طيب؟ ولكن طبعا أنت كنت تقول تبون بيده المقود، هل بيده فعلا؟ أنه تنشرت الحراك الذي يهاجمه، انتهى الحراك بالنسبة له ولبلحيمر بإيصاله إلى الرئاسة. طبعا بالنسبة للحراك شعار الحراك معروف، تبون مزور جابوه العسكر والشعب قال كلمته في الاستفتاء على الدستور بمقاطعة تاريخية وأعاد الكرة مرة أخرى حتى قبلها في الانتخابات الرئاسية كذلك، وعادها بشكل أوضح في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمقاطعة أكبر. طبعا بصرف النظر كما قلت على الطريقة التي جاء بها الرئيس، بالنسبة للحمر هذا من البداية كان ضد الحراك، وأعتقد بأنه من أسباب يعني عدم وصول الجزائر إلى بعض المستويات وبعد ذلك هو طريقة تسيير بالحمر لقضايا الإعلام وقضية وموقفه تجاه الحراك وأيضا تجاه موقفه تجاه المنظمات الدولية، بحيث أننا نجد في الكثير من العواصم الكبرى في العالم تتنافس على احتضان المنظمات الدولية وخاصة المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، نرى بالحمر انطلق في حرب ضدها مما أدى إلى تغليط حتى الرئيس في حد ذاته. وبالتالي أعتقد من بين الأشخاص الذين يجب أن يذهبوا هو بالحمر، لأنه تسبب في أضرار كثيرة للجزائر. يبقى الآن بالنسبة للرئيس، أعتقد بأننا عندنا تجربة في الجزائر بصرف النظر على كيف تطورت فيما بعد. أعتقد بأن الرئيس بوتفليقة لما جاء في الحكم جاء لم يأتي لا بالانتخابات ولا برضا الشعب، هناك من جاء به ولكن استطاع في ظرف وجيز أن يحيد الأشخاص الذين أتوا به وقام بالحكم، ولكن فيما بعد وقع الانحرافات إلى آخره التي تسبب فيها هو أكثر من الأشخاص الذين أتوا به. إذن السيد تبون أيضا له فرصة ثمينة جدا أنه باستطاعته أن يجعل الأمور لصالحه وينطلق في مرحلة، وخاصة أن شخصيا سمعته بعد التصريحات يقول بأننا نعيش مرحلة انتقالية. إذن ليجعل هذه المرحلة انتقالية للتقرب أكثر من الشعب ومن الحراكيين والعمل معهم من أجل الجزائر الجديدة، وبالتالي يتخلص من النظام القديم، لأنه الكل متفق بأن النظام القديم تسبب في خراب الجزائر ثقافيا وسياسيا واقتصاديا وأخلاقيا. طيب يبقى معنا أستاذ بجمع غشير، انضم إلينا في النقاش كمال عيسات ناشط سياسي والنقابي من بجاية. ربما كنت تسمع كمال عيسات الأستاذ بجمع غشير يقول أنه مهما كانت الظروف التي جاءت بتبون، هناك الآن حكومة أو مشاورات لتشكيل حكومة جديدة وأنه عنده فرصة ربما للتدارك. ما رأيك؟ كما أنها نفس المنظومة ونفس المؤشرات ونفس الممارسات. على كل حال هذا رأي لكن الإشكالية المطروحة هي إشكالية نتاع
الشرعية السياسية الشرعية الشعبية للمصالح اختاروا اللي اختاروا نظام بنخرجوا من الأزمة السياسية ولا باه تجاوبوا لمطالب الشعبية نتاع 19 فيفري 2019. هذا هو اختار مسار عبر انتخابات غير نزيهة عبر انتخابات للهدف السياسي الوحيد هو استمرارية النظام بنفس البرنامج الاقتصادي بنفس البرنامج الاجتماعي بنفس السيطرة السياسية. هذا هو اليوم مثلا في البداية من منعوا الشبان من تنظيم تجمع يعبروا عن مساندة الدعم إذا المعتقلين رأي في الجزائر. هذا مثل، ولكن الجو السياسي هو جو تاع قمع، وفي الجو تاع قمع ما كانش ديمقراطية، ما كانش حرية التعبير، ما كانش الجو المناسب به الأفكار بين قطر نتناقشوا حول الجزائر الجديدة هذه اللي حبيناها. باسكو الجزائر اللي حبيناها سموها جديدة، ولكن نشوفوها سواء كانت القوانين اللي داروها الدستور، القوانين الانتخابية اللي راهم يديروها، ولا القوانين القمعية الكود بينال اللي داروه اللي راهم يغيروا فيه، هذه ما تبشرش بالخير للجزائر الغدوة. دونك الجزائر الجديدة هي مشروع نبيوه مازال ما بيناش، والمرحلة هذه هي مرحلة مرور بالقوة، هي مرور بالقوة عبر باستعمال القمع، باستعمال الوسائل هذه. وحنا نظن هذه القمع ماشي وسيلة لحل إشكال مشاكل سياسية. دونك مهما كان الحكومة اللي ديرها، هل الحكومة اللي هي رسكلت الكوادر القديمة نتاع الأغلبية هذيك التكتل الرئاسي نتاع 2012 ولا نتاع 2017، الانتخابات بينت بليك أغلبية ساحقة ما لي كونديداك سواء المترشحين ولا المنتخبين هما أكل جزء من النظام القديم، والأيام القادمة إن شاء الله الأسابيع الجاية راه يبان في الشاشة، يبان هذا الشيء. هي رسكلت من قدماء الأفلام، من قدماء الأرندي من الأفلام، من حامس، من بن كيران اللي كان وزير، وكل ولا واش يسميو هادو المستقلين اللي راهم داروا حزب عندهم الناس قرصني، كاين مستقلين من 48 ولايه ما يتعرفوش بيناتهم، رجعوا عندهم ممثل. طيب ما رايك بالمناسبه في مسارعه هؤلاء قبل تثبيت حصولهم على المقاعد؟ باركوا سارعوا لمساندة التبون، هؤلاء المستقلين كما وصفوا، طبعا مع ما كان يتبخ كما تردد قبلها بأنه تبون يراهن على أن تكون له غالبية رئاسية بالتعويل على هؤلاء المستقلين. يا أخي كل مهما كان المنتخب هما من كما يقولوا اللي يطبلوا البندير، هما اللي يطبلوا للنظام، ان اكل اللي شاركوا الشعب ما شاركش في الانتخابات معارضه، ولكن الشعب عموما هذه هياكل الدستركتور باك اللي شاركوا، واش يدل على ذلك هو نسبه المشاركه، او يقولوا لنا شحال المشاركه في كل ولايه، نشوف واش شحال الصوت مثل هذو الافلان، شحال الصوت هذو لي زانتيبوندون، شحال الصوت، يعطيونا الارقام الصحيحه على بالنا بلي ما كانش انتخابات اللي صارت هي اقل من 20%، ما كاينش شك فيها، نمشي تلاعبوا قالوا 30% من النسبه، يعني رئيس هيئه انتخابات اللي يدير غلطه اللي ما تقبلهاش اي علم اي عقد يدير لا موين تاع النسب بين الولايات، يعني ادرافي 50,000 مسجل والجزائر مليون، 81% 10% ويدير معدل، هذه غير مقبوله. كيما واحد يدير معدل عدد البقرات وعدد الدجاجات في المزرعه، هذا واش معناته دير معدل؟ هذا يتخباو حشموا وخلعوا
بان الشعب ما مسي راه ساكت ما ركعش. الشعب هو ساكت هو 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 كما نقدروا يقولوا يتبع الامور ما ركعش لا الماشين هذه القمعيه نتاع النظام، ولكن ما راش تقبل الهزيمه. ما كانش هزيمه نتاع الحراك الشعبي ولا نتاع المقاومه الشعبيه، والايامات والاسابيع الجايه والدخول الجماعي الجاي راه يبين بليك راهو في نفس النمط. راهم يحضروا، راهم يقمعوا اليوم بعد الانتخابات، مازالوا يقمعوا باسكو البرنامج تاعهم هو باه يبنيو الجزائر نتاع العصابه الجديده. رايحين يمدوا لهم واش بقى من مصانع، راح يدوا لهم التراب قال لك استرجعنا 10000 هكتار، يمدوه للجدد العصابه الجديده ولا البرجوازيه الجديده. ما كانش ما قالكش استرجع للشعب ولا القطاع العام، وكل واش يديروا حبوا يمدوه الناس وتامين هذا يقولوا لها تاع المؤسسات نتاع العصابات، راه يمدوهم عصابات جديده لا كليونتيل جديده. هذا طيب. واش راه صاري؟ طيب ما يحدث في رايك هل هي فقط جعجعه، فقط قصه الاستقاله الحكومه حسب الدستور، وحسب الدستور يمكن لرئيس الجمهوريه ان يعين وزيرا اولا لقياده الحكومه في حال افلست الانتخابات التشريعيه اغلبيه رئاسيه، أم أنها كلها فقط جعجعة؟ الموضوع كله، القصة كلها مخيطة كما يريد النظام، وليس حتى كما يريد تبون. طبعا الأفلان سارع لمساندة تبون، الأرندي، المستقبل، بنغرينا، المستقلين، وحمص اليوم ترحب بحكومة وحدة وطني. على كل حال حنا أنا كمناظر سياسي منذ سنوات على بالي بديك عندها نفس البرنامج الاقتصادي، نفس البرنامج الوجهه الاقتصاديه، نفس الوجهه الاجتماعيه، وفي سياستها هي اشكاليه كاين من نوع الصراع شكون يرجع في بلاصه الناس اللي كانوا يسيطروا على النظام قبل 2019 كما صارت بين 2004 بين 2000 قبل 2012 وبعد 2012 تتنحاو اوليغاركيات ديزوليغارك نحاو نقصوا من مهمتهم كما نهضروا على الجروب تاع سيفيتال تاع رابر نقصوا شويه ورجع الجروب تاع حدد هو اللي يهيمن. اليوم ثاني يجي جروب اخر اللي راح يهيمن. دونك استمرت السياسه الليبرالية تاعهم، السياسه اللي تخدم السوق العالميه، تخدم راس ماليه العالميه نتاع فرنسا ونتاع امريكا ونتاع تركيا ونتاع روسيا، هي اللي راهي تكمل باسكو المسانده نتاع النظامات الامبرياليه هذه ما عندهاش، لازم يكون عندها فائده، ما تساندش تدي الخيارات تاعنا كما نهبوا الخيارات من قبل. واليوم نروحوا للصحراء مازال راهم يحضروا قانون المحروقات الجديد باه يمدوا الخيارات تاع التراب كما داروا في المناجم، وكل اسبوع كاين قوانين نتاع الماليه التكميلي ليمد كلك زانديكاتور باه نفهموا التوجه تاعهم. هو التوجه اكثر ليبراليه اقتصاد يرجع. ولكن هل هناك فعلا وجهه توجه ام انه خبطه عشواء؟ يعني صراحة البعض يقول تيري برك يعني، وما ظهر من أداء الحكومة فقط رديئة، المستوى رديء جدا. ما قدروش يبنيوا قاعدة اجتماعية جديدة، ما قدروش يبنيوا شخصيات سياسية مؤهلة تقنيا، ما كانش. دونك الرداءة هذا واش يميز المرحلة هذه نتاع التعيينات والطبقة السياسية اللي راه نتاع الموالاة وكل رداءة كاملة. كي يسمعوا الخطابات نتاع سي بنغرينا ولا نتاع مقري ولا نتاع الافلان ولا يعني نقولوا وين وصلنا يا خويا؟ يبقى معنا كمال عيسى طبعا، وهذا السؤال تم طرحه كذلك وتأكد او عاد بشكل اكثر الحاحا مع اعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي شهدت مقاطعة قياسي. المجلس الدستوري يضع آخر لمسات التزوير ويعلن النتائج النهائية للمسرحية الانتخابية.
عكس سلطة الانتخابات لم يتحرج المجلس الدستوري في إعلان نسبة المصوتين. نسبة المشاركة في التشريعيات لم تتعدى 23% وفق النتائج النهائية. 24,453,992 الناخبون المصوتون 5,622,401 نسبة المشاركة 23 الأوراق الملغاة 1,011,678 الأصوات المعبر عنها 4,610,723. المجلس الدستوري أدخل تعديلات طفيفة على نتائج السلطة الوطنية للانتخابات، تعديلات لم تغير في ترتيب الفائزين وإن خصمت مقاعد من طرف وأضافت لآخر. جبهة التحرير احتفظت بالريادة ب 98 مقعداً رغم خسارتها لسبعة مقاعد، واحتفظ الأحرار بالرتبة الثانية ب 84 مقعداً رغم فوزهم بستة مقاعد إضافية. حمص حلت في المركز الثالث ب 65 مقعداً ثم التجمع ب 58. جبهة المستقبل رابعة ب 48 مقعداً، فحركة البناء خامسة ب 39. نتائج المجلس الدستوري وجهت ضربة قوية لمصداقية السلطة والتحقيقات الأمنية. إقصاء نائب جبهة التحرير زكريا نجل الصادق بوغطايا بسبب سوابقه العدلية. المجلس الدستوري استدرك الفضيحة في اللحظات الأخيرة إنقاذاً لماء الوجه، لكن مفعول القرار كان عكسياً عمق الاعتقاد بأن كل شيء مزور وأن ما خفي أعظم. سيد مجمع غشير، هل توجه نتائج المجلس الدستوري ضربة أخرى قاسمة لهذه الانتخابات، خاصة قصة ابن بوغطايا والحديث وتبرير إقصاؤه بأنه لا يتوفر على شروط الترشح؟ كيف تم ترشيحه إذن وكان هناك حديث عن آلية كما يزعم شرفي مثالية حتى لهذا للسلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات؟ لا طبعا، بأن النتائج المعلن عليها كانت متوقعة، وأيضا هي حقيقة أكدت بأن هناك مقاطعة كبيرة جدا، البعض يسمها عزوف والبعض يسمها مقاطعة، ولكن هي مقاطعة. طبعا الأمر لا يتعلق فقط بابن بوغطايا العفو، ولكن يتعلق بالكثير من المترشحين الذين لهم سوابق. مثلا اليوم فقط أحد الأشخاص الفائزين مثل أمام المحكمة والنيابة طلبت 6 سنوات حبس له. أيضا أنا أعرف أشخاص محالون على محكمة الجنايات ولكنهم ترشحوا، وبالتالي أعتقد بأن ما يصرح به السيد شرفي في حاجة إلى مراجعة، وخاصة بأن الأمور واضحة، يعني لا تستحق الكثير من البحث، لأن الناس تعرف بعد ومصالح الأمن قدمت تقاريرها، ولكن بكل أسف أن الكثير من الناس يعني رشحوا رغم سوابقهم ورغم أيضا علاقاتهم المشبوهة بجهات معينة لفساد أو بأمور ولكن أخرى. ولكن قوى الأمن أقصد، تحقيقات الأمنية أقصد من كان من بزعم من كان له علاقة مع الحراك، مثلا أستاذ جامعي كان يخوض في قضايا الاقتصاد شارك في المغاربية في 2016 في عهد بوتفليقة، أقصي بزعم مشاركته وكذلك بمشاركته في بدايات الحراك حتى.
طبعا هذه من الاخطاء، هذه من الاخطاء، لانه اذا اردنا او عملنا على اسكات صوت الاستاذ الجامعي معناها رانا في كارثه، لانه نطلب من النخبه انها تساهم برايها في تحريك المجتمع وابداء الراي وابداء النصيحه، ثم لما نجد الاستاذ الجامعي انه ياخذ موقف معين ان نقصيه من الممارسه السياسيه، طبعا هذه كارثه ومن المفروض انها تزول وفي اقرب وقت، لانه لا يمكننا ابدا ان نبني مجتمع، لانه يجب ايضا ان نصالح بعضنا البعض، لانه هناك مشكل ثقافي في الجزائر. كيف تفسرون ان الاشخاص الذين ترشحوا كاحرار وترشحوا لمواجهه النظام الفاسد هم المبادرون الأولون لمساندة برنامج الرئيس؟ هل هذا مشكل ثقافي أم مشكلة منظومة هي التي بالعكس؟ وهؤلاء ترشحوا طمعا، من ترشح يعرف بأنه هذا هو عرس السلطة وهذا ما تريده السلطة، ما وصفته العرس بين قوسين. لا هو بالتأكيد ترشحوا طمعا، ولكن مستوى الطمع يختلف، لأنه هناك أشخاص معروفون في سيرتهم الاجتماعية أنهم طماعون وأنهم ينتهزون الفرص إلى آخره، والكل يعرفهم بهذه الصفة. لماذا تقبل ترشيحاتهم؟ تقبل ترشيحاتهم، وبالتالي أن المشكل بصرف النظر، لأنه لا يمكن أن نحكم على كل هذا العدد الكبير من المترشحين الأحرار فاسدين وغير فاسدين، ولكن ما يؤلم أنهم عندهم ثقافة العبودية، يعني يشوفوا في أرواحهم رعايا وليسوا مواطنين، وبالتالي ما يشوف قيمته إلا إذا استند إلى السلطة واستند إلى رأس السلطة، في حين أن الفائدة اللي يرجوها كل رئيس في العالم، كل رئيس في العالم اللي يحب يخدم حقيقة بلاده يجب أن تكون له في مقابله سلطة مضادة، تكون عنده سلطة مضادة تنتقد، توجه أعماله، تعطي بعض الأمور. لأنه الآن السيد تبون إذا كان فعلا حسن النية من أجل بناء جزائر جديدة يجب أن يرفض هذه الولاءات الخبيثة، لأن أنا بالنسبة لي هذه ولاءات خبيثة. ولكن لم يكن بالعكس رهان تبون، أنه تبون كان رهانه على هؤلاء المستقلين في النهاية جاء الأفلان الذي لم يدعم تبون حتى في الانتخابات الرئاسية وكان يهاجمه حتى، ولا الأيرندي كذلك، ثم جاء الأفلان هو في المقدمة، تبون كان يراهن على هؤلاء المستقلين كما وصف. نحن ننطلق دائما لا نحكم على النوايا، احنا نحكم ننطلق بانه قد يكون حسن النية واراد ان يستبدل لافلان والأرندي باشخاص مستقلين، ولكن بكل اسف بان النتيجة كانت سيئة، بحيث ان هؤلاء المستقلون سارعوا الى تبني برنامج رئيس الجمهورية، في حين هو في حاجة إلى أشخاص يشكلون كما قلت سلطة مضادة لتوجيه سياسته وليس بالمولات، لأنه المولات موجودة. طيب ما رأيك كمال عيسات؟ أستاذ بوجمع غشير يتحدث، ربما ما زال يتحدث عن النية الحسنة ربما التي تتوفر، هل يمكن رؤية مؤشرات لهذه النية الحسنة لتبون ما أنه الاعتقالات كل مظاهر الصورة الواضحة المقاطعة الشعبية الواضحة واستمرار في نفس السياسة مؤشرات واضحة وجلية؟ لازم قبل نتفهمه، تبون هو الفساد، هو الواجهة نتاع النظام الفعلي، باسكو النظام الفعلي ماشي تبون، هذه عند الشعب الجزائري حاجة واضحة. دونك سي تبون إلا عنده نية ولا ما عندوش ما يهمش، بما أن سلطة القرار بعيد عليه. دونك أنا نظن بلك هذاك النقاش هذا هو. ثانيا فيما يخص الانتخابات، الطبقة المترشحين تماما
كنشوفوا القوائم، كنشوفوا كيخرجوا اسماوات تاع النواب، نشوفوا بلي النواب هذو الشتب هما نص منهم كانوا نواب قدم، كانوا مترشحين قدم، فلان 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 فلان، كانوا كاع في حزب الموالات، وكل واغلبيه منهم ما كانش تجديد للطبقه السياسيه. النظام فشل باه يبني تجديد للطبقه الطبقه السياسيه بالوجه الجديد. هما اولا، ثانيا فيما يخص القضية الجوهرية اللي يقولوا على الانتخابات، شيء ما يقدرش يمشي بزاف، باسكو كل رئيس في العالم، كل مسؤول سياسي في العالم يحوس على الشرعية الانتخابية، وحنا رئيس نتاعنا نهار الانتخابات قال لك ما يهمش إلى الشعب شارك ولا ما شاركش. هذا الكلام بمعناته شكون هذا اللي الرجل السياسي اللي يحوش على الشرعيه تاع الانتخابات ولا الشرعيه الشعبيه؟ هو الرجل اللي عنده الشرعيه من جهه اخرى، عنده يجبد الشرعيه تاعو عن طريق اخر، هذا الشيء واضح الجزائر. ولكن نقولوا نسبة الانتخابات 23% لازم تصفوا عليها، ما كاينش 23% اللي شاركوا في الانتخابات الجزائر، غير ممكن في كل جهات تاع الجزائر. طيب انت كنت انت في بجايه بالمناسبه، طبعا تم تنحيه مقاعد من الافلال واعطاه لاحزاب اخرى، طبعا كان حزب زعم بانه قال بانه في الحقيقه حتى الذين تم إعلان انتخابهم في كنواب في بجاية لم يصوتوا حتى في هذه الانتخابات مثلا، وتابعنا مثلا واحد من رموز التطبيل لبوتفليقة والنظام ساحلي وهو يبكي ما يسميه التصوير كذلك. في بجاية 0.9 ولا 8 شحال العدد الرقم تاعهم فيه تصوير، كاين انتخابات على 7 تصبح انتخابات الوحدة تصبح، كاين ماشي في سونتر دو فوت ولا حلوا مراكز الصوت في بلاصة الناس وداروا خرجوا لحقوا 0.9، ومن بعد 0.9 ما كانش، دونك زوروا بيناتهم زوروا، ومن بعد اليوم يقول لك نحينا الافلام 4 مقاعد ومديناهم الاحرار، زوج قائم قوائم احرار، شكون هادو؟ واحد منهم في القائمة تاع الأفلان 2017، الأخر كان نائب تاع الآر إن دي سيميرا، كان ديبيتي في الآر إن دي، عطاهم ردوا لهم السياج تاعهم. هذا واش صرا؟ دونك ما قلناش شحال نقص، بقاو 0.3 ولا 0.4. هذا حاجة خطيرة جدا، باللغة الفرنسية نسموهم ليزيرباتور دو لا ديش سراقين تاع الشرعية الشعبية، ما يقدروش يهضروا باسم حتى واحد. دونك هذا مشكل كبير، كيفاش واحد عنده 100 صوت ولا 50 صوت يرجع ديبيتي على 600 ألف ناخب؟ كيفاش هذا؟ دونك سياسيا انتخابات اللي مروا من رئاسيات الدستور وانتخابات الشرعية عندها مشكل كبير مع الناس، السياده الشعبيه عندها مشكل كبير. انا نظن بلي ما يقدروش يديروا يبقوا 50 هكذا، ما يقدروش، باسكو ما يقدرش النائب يهضر باسم الشعب تاعو، يروح يهزيتو مهزله، ولكن المهزله تاع بوتفليقه خير من هذه. هذه طيب. اشكاليه، دونك اشكاليه تاع دونك انا نظن انا وين في الولايه اللي راني ناظر فيها وراني نخدم فيها، احنا نقولوا بيك ما لازمش نتقبلوا البرلمانيين هذو، ما يسموا بالبرلمانيين جثث، ما يقدروش. هذه السرقه تاع سيرفول، هذه السرقه. طيب اشرت الى الارندي بالمناسبه، طبعا الارندي الذي ولد بشلاغمو في وقت زروال وفاز واكتسح في فتره وجيزه الانتخابات زروال، اليوم كما تقول الرئاسه
يتصل في اتصال مع تبون يقول يصف المستوى الذي بلغته الجزائر في احترام الإرادة الشعبية في اختيار الممثلين، وهو ما يسرع في استرجاع الثقة المفقودة بين المواطن والسلطة رغم ما سجل من عزوف. نحن نتحدث عن 80% نسبة مقاطعة. ما رأيك؟ هذا رئيس سابق زروال اللي بعت برقية لرئيس تبون ويقول له رانا في الطريق السليم. رئيس زروال هو من النظام. النظام يشكر في النظام، هذا واش كاين؟ ما كاينش حاجة اللي تخلى ولا السي زروال اللي عنده شرعية يترشح ولا يتقدم للشعب. يتقدم للشعب يشوفوا الشعب واش يقول. إلى 97 إشكالية وانتخاب زوال باسكو كاين فشل تاع التيار السياسي اللي استعمل العنف، التيار الإسلامي استعمل العنف والشعب قال لك لازم شوية هدنة. اليوم السي زروال بان بكل بان بليك هو عنصر من عناصر النظام. دونك عنصر من عناصر النظام يتكلم مع النظام يقول له رانا في الطريق المليحة. هذا هو الإشكالية. طيب ابقى معنا كمال عيسات لو سمحت. في التقاعد يبقى في التقاعد. ما رأيك أستاذ بوجمعة غشير في ما جاء من كلامه وما نقلت الرئاسة عن زروال المستوى الذي بلغته الجزائر في احترام إرادة الشعب واسترجاع الثقة المفقودة بين المواطن والسلطة رغم ما سجل من عزوف؟ أعتقد أنه في ذهن المسؤول الجزائري لا يفرق ما بين القانونية والشرعية. ربما يكون الانتخاب قانوني جرى في ظروف قانونية والمصوتين كانوا أكثر من 5% وبالتالي قانوني، ولكن أن الأمر يتعلق بالمجلس الشعبي الوطني، معناها هو الهيئة التي تجسد المادة 7 و8 من الدستور. وتجسيد المادة 7 و8 يتطلب الشرعية مش القانونية، معناها يجب أن يحظى بالقبول لأكثر عدد ممكن من المواطنين. وبالتالي هذا هو ربما اللي انطلق منه تبون، أنه ما يهموش عدد المشاركين. وأيضا السيد أيضا زروال الذي رأى بأن هذا تطور رغم العزوف. شخصيا عندي تجربة مرة مع السيد زروال لما كان رئيس، لما استقبلنا طرحت عليه قضية المفقودين، قضية الصحراء، المعتقلين الصحراء، قضية القتل خارجية على القانون، وبكل أسف لم يستطع الرد على كل هذه الأسئلة. ووصل بنا الكلام إلى أنه زعف علي زعفة كبيرة، والسيد جراد ربما هو اللي كان الحكم بيناتنا وخرجني بهدوء من المكتب الوحدة. وبالتالي أعتقد بأنه السيد زروال شخصيا كنت نتمنى أنه ينأى بنفسه على مثل هذه المناقشات، على مثل هذه المناقشات، لأنه الأمر المجتمع الجزائري تطور والآن صار يعيش مرحلة الوعي الجماعي. يعني ما بقتش 4 من الناس أو 5، ولكن كل الجزائريين الآن يعيشون بالوعي الجماعي. وبالتالي على المسؤولين السياسيين والحكوميين أن يعوا بأن الشعب الجزائري دخل في مرحلة جديدة لا يمكنه أبدا أن يتنازل عليها. لذلك أعتقد بأنه يجب أن لا نعطي أهمية كبيرة في مثل هذه الرسائل أو البرقيات، لأننا نعرف بعض كما يقولوها، وبالتالي كل واحد بالمستحسن يخلي الأمور كما هي. يبقى معنا أستاذ بجمعة غشير، فاصل قصير ثم نعود مشاهدينا الكرام لمتابعة النقاش. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. انضم إلينا في النقاش ناشط سياسي مبروك سعدي. مبروك سعدي، بعد مقاطعة شعبية تاريخية، استقالة حكومة واستمرار نفس النظام يعلن عن نتائج انتخابات قطعها الشعب بهذه المقاطعة القياسية، ويتحدث عن مشاورات لتشكيل
حكومة في برلمان بلغة الأرقام الشعب عبر عن مقاطعته له. نعم، السلام عليكم ورحمة الله، تحية إليكم إلى الإخوة الضيوف. البرلمان القادم أو الحكومة القادمة التي سيتم تشكيلها ستكون على قاعدة اللعاب حميدة والغشام حميدة. النظام السياسي الذي لم يتغير في الجزائر ولم تغيره هذه الانتخابات كما لم تغيره الانتخابات الرئاسية من قبل، لن يقدم حكومة تختلف عن الحكومات السابقة. سنرى حكومة تكرس الرداءة، حكومة تكرس الفساد، حكومة تقنن للقمع، تقنن للاستبداد من جديد. وحتى هذا هذه الصورة اللي تحاول أو اللي يحاول النظام السياسي في الجزائر أن يقدمها على أنه ممكن يحدث تغيير من خلال هذا التعديل الحكومي الجديد والإتيان بوجوه جديدة، هذا لن يغير من الواقع السياسي الذي تعيشه الجزائر في شيء. قبل قليل كنت نسمع للضيف الكريم نتاعك وجمع غشير كان يتكلم أنه اللي فض النزاع بينه وبين اليمين زروال صاحب الرسالة اللي ممكن نعلق عليها بعد قليل هو رئيس الحكومة أو رئيس الوزراء الحالي جراد. إذا هذا جراد اللي كان في النظام السابق نظام زروال، وكلنا يعرف من الذي جاء بزروال ومن الذي نصب النظام اللي كان يسير الجزائر في تلك المرحلة بعد الانقلاب على الإرادة الشرعية. إذا هذا جراد راه من أركان النظام السابق، حطوهن الآن في الجزائر الجديدة على أساس أنه وجه جديد وهو من أذلان النظام السابق. نفس الشيء سيحدث الآن، ستكون هناك وجوه ربما مش معروفة على الساحة السياسية، لم تتقلد مناصب ولا لم تخرج إلى العلن في العهود السابقة، لكنها لم تخرج عن محيط أو عن دائرة النظام السابق الذي يسير الجزائر على الأقل منذ أزمة سنة 92 بعد الانقلاب على الإرادة الشعبية التي أدخلت البلاد في الدوامة التي نعيشها اليوم. طيب، لكن حتى جراد بالمناسبة أليست مفارقة؟ قبل أيام كان يقدم برنامج عمل، ورقة عمل الحكومة لخمس سنوات، يعني كأنه باقي، يعني في مقابل طبعا يبدو اليوم في بعض وسائل الإعلام الجزائرية أنهم كأنهم أعطيوا الضوء الأخضر لمهاجمته ووصفه بأنه في وضعية تسلل مثلا، وتساؤلات حول هذه الحكومة اللي فيها وعليها كما كان يسميها تبو. هذه شعارات ترفعها الأنظمة. احنا لو كنا نرجعوا قديما كان في الدستور الجزائري في سنوات خلت أن الاشتراكية خيار لا رجعة فيه، وكان كل من ينتقد الاشتراكية يزج به في السجن أو تتم حتى تصفيته جسديا. هذه البرامج التي ترفعها الحكومة سواء حكومة جراد أو أي حكومة واحدة أخرى هذه لا معنى لها، لأن النظام الآن يعيش نوع من الاضطراب ويعيش نوع من الفوضى، وربما هذه الفوضى التي يعيشها النظام هي نتيجة صراعات بين العصب النافذة داخل السلطة الحقيقية التي تتحكم في مفاصل الدولة الجزائرية. اليوم يجي جراد برنامج، وغدا ربما يجي رئيس وزراء واحد اخر ويقدم برنامج تاع عمل حكومة لخمس سنوات واحد اخرى، لكن ربما الحكومة تاعو لا تمضي حتى لمدة سنة واحدة. هذه ما رانا متعودين عليها كما كان النظام اللي كان يمشي فيها الرئيس السابق اليمين زروال، ولا كما كانت الحكومات التي كان ينصبها الرئيس الذي أطاح به الحراك الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة. وهكذا هذه البرامج التي تقدمها الحكومات هي برامج شكلية، يعني حقيقة الأمر هناك جهات
خفية هي التي تسير النظام الجزائري، هي التي تنصب الوزراء، هي التي تنصب المسؤولين النافذين على مستوى القطاعات الحساسة داخل النظام الجزائري، وهي التي تتحكم في مصير كل كبيرة وصغيرة في الجزائر. ما كان لا حكومة ربما يبغوا يسوقوها على أساس أنها حكومة أستروكرات ولا حكومة مثلا توافقية ولا سميها أي أعطيها أي عنوان. حقيقة الأمر ولا العناوين لا تغير من حقيقة الأمر على الواقع. الواقع أنه الوضع السياسي العافن الذي تعيشه الجزائر سيبقى كما هو، وسيبقى التكريس على الفساد كما. أنا أعطيك مثال، السؤال اللي نطرحه الآن، إذا كان النظام الدستوري هذا اليوم أو البارحة أعلن عن النتائج النهائية للانتخابات هذه التشريعية، علاش ما يعطيناش كل نائب من اللي فوتوه في البرلمان هذا الجاي، كل نائب شحال دا من صوت بالتفصيل؟ لأنه كاين نائب ربما غادي يمثل ولاية بمليون نسمة أو 500,000 نسمة أو عدد يقدر بمئات الآلاف، ربما بثم أصوات ولا سبع أصوات. هل يمكن لنائب أن يمثل ولاية بثم أصوات ولا سبع أصوات؟ هل هذا معقول؟ طيب. هل هذا يمكنه أن يشرع للشعب الجزائري تحت قبة البرلمان؟ علاش المجلس الدستوري ما يعطيناش هالتفاصيل؟ باش يعطينا تفاصيل مثلا تاع كل حزب شحال دا، كل حزب شحال دا مقال، لكن اعطينا كل نائب شحال دا. طبعا في كثير من القوائم لم تحصل على العتبة، وكان هناك توزيع فقط للمقاعد يعني. نعم، كاين مقاعد اللي راحوا فاتوا بثمن اصوات استاذ جمال، وهذا يطرح اشكاليه كبيره. هذا سينسف من الاساس شرعيه البرلمان. كيفاش تتكلم؟ او كان الاستاذ يتكلم الان، ممكن من الناحيه القانونيه نقولوا بلي هذه الانتخابات فاتت وما عليها حتى اشكال من الناحيه القانونيه، لكن هل من الناحيه الشرعيه، هل هذا البرلمان سيكتسب شرعية شعبية من أجل إحداث تغيير حقيقي يشوده الشعب الجزائري؟ هذا بطبيعة الحال لا وألف لا. لا يمكن لهذا البرلمان أن يشرع للشعب الجزائري، ولا يمكن لهذا البرلمان أن يفرض حكومة يمكنها إحداث انتقال سياسي أو انتقال ديمقراطي سلس كما يريد الشعب الجزائري وكما طالب الشعب الجزائري منذ أن خرج في بداية الحراك الشعبي في فبراير 2019. طيب، يبقى معنا مبروك سعدي لو سمحت عثمان بن صيد، عضو المكتب الوطني للرسيدي، معنا الآن عبر الهاتف من سطيف. عثمان بن سعدي، كيف يبدو لك المشهد الآن مع ما أعلنه المجلس الدستوري ومع استقالة حكومة جراد وحديث عن مشاورات لحكومة في مقابل استمرار نفس المنظومة؟ مساء النور لكل المتتبعين. في الواقع أن النظام أدار ظهره للإرادة الشعبية التي قاطعت بالأغلبية الساحقة هذه الانتخابات، وسياسيا هذه الأمور تحشر في زاوية واحدة، وهي أنه ما زلنا نعيش أزمة سياسية رغم مناورات النظام، رغم قيامه بتمثيليات لا علاقة لها بالإرادة الشعبية. كل الأمور التي تأتي، الأمور التقنية التي تأتي بعد هذا، فهي أمور تسمى كما نسميها بالعامية، هي ذر الرماد في العيون فقط. الشعب الجزائري قطع الانتخابات بصفة كاملة تقريبا، وهو النسبة التي اعترفت بها السلطة في حد ذاتها هي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالمقاطعين. فأن النظام مستمر في خريطة طريقه أو في أجندته بعيد عن الإرادة الشعبية، إذن كل ما ينتج عن هذه المحاولات
وعلى هذه الخطوات هي أمور تفتقد للشرعية الشعبية وتفتقد لرؤى سياسية مستقبلية لتجعل الجزائر في مأمن من أي أزمة سياسية. ولذلك مهما كانت هذه الأمور فهي أمور ظرفية، فالأزمة السياسية مستمرة على الذين بيدهم زمام الأمور أن يتعقلوا عليهم أن يرجحوا كفة العقل وكفة الحكمة للعودة إلى الإرادة الشعبية بمعالجة الأزمة السياسية الموجودة في البلاد بطريقة حكيمة بمبادرات سياسية جريئة هي فقط التي تضمن مستقبل أبنائنا ومستقبل بقاء الدولة الجزائرية. يبقى معنا عثمان بن صيد، انضم إلينا في النقاش دكتور فريد بن يحيى الخبير الاقتصادي. دكتور بن يحيى، حكومة تقدم استقالتها، طبعا الأسئلة المطروحة حول أدائها حول حصيلتها. اللافت أنه جرد قبل أيام كان يقدم برنامج الحكومة مع التساؤلات التي طرحها الخبراء عن أين هي الأموال التي يمكن حتى أن توفر لتطبيق هذا البرنامج الذي يتحدث فيه عن جراد المستقيل عن فترة 5 سنوات. طبعا البعض قال بأنه من أعد هذه الورقة لبرنامج الحكومة وزير أقيل سابقا بالمهوب. بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع لما نتكلم على الحصيلة للحكومة هذه فهي على العموم سلبية. لماذا؟ لأنه لابد أن نتكلم بلغة براغماتية بلغة الأرقام. لغة الأرقام هي نشوف أنه الآن نسبة النمو في الجزائر يعني انخفضت ما بين السنتين هذه التي حكمت فيها الحكومة هذه. النقطة الثانية كذلك العائدات يعني من العملة الصعبة انخفضت، وذلك راجع لعدة أمور داخلية وخارجية. النقطة الثالثة ارتفاع التضخم في الجزائر. رابعا انهيار القدرة الشرائية. خامسا ارتفاع نسبة البطالة. إذن فهناك في عفوا سيدي. ألو؟ طيب ربما سنحاول العودة إليك دكتور بن يحيى، سنحاول العودة إليك أفضل. يبقى معنا دكتور بن يحيى. قبل أن نودع كمال عيسات سؤال أخير ونودعك، طبعا يحدث كل هذا فيما الحراك يتعرض مرة أخرى ليستمر الاستهداف واستهداف ناشطي الحراك، ويطال الآن حتى المتابعات تطال الذين يقدمون مساعدات حتى لعائلات المعتقلي الحراك. واليوم أنباء عن تقديم حتى أخت ووالد شرطي حسان مثلا الشرطي الشلف المعتقل هو كذلك. القمع اليوم القمع كبر. الكلمة راك قلتها، الإشكالية المطروحة مبدئيا هي الشرعية القانونية والشرعية الشعبية. نعطي مثل باش نوضح الأمور. الاستعمار لا كولونيزاسيون هي عند شرعية قانونية. العبودية الاسكلافاج عنده شرعية قانونية. لابارتايد عندها شرعية قانونية. القوانين يديرهم النظام اللي راه حاكم، القوانين يديرهم حسب الأشياء تاعو. ولكن الشعب الشرعية الشعبية هي إرادة الشعب. هذا هو الفرق. الإشكالية بين القوانين والشرعية الشعبية. الشرعية القانونية راه دار قوانين كل أسبوع أو يخرف القوانين. وأصبح هذا وأصبح اليوم فاتوا الأساتذة الجماعيين، فاتوا بعض النشطاء نتاع المساندة نتاع المساجين الرأي اللي كانوا ينظموا مساعدات مادية مع العائلات نتاع الشبان اللي راهم في السجن. باسكو أغلبية المتابعين القضيين هما ولاد الشعب، هما الزوالية مواليهم ما عندهمش مدخول كبير، هادو اللي راهم في السجون. دونك لازم تكون الرفيقة
بريكي فاتحه ولا رفيق مهنا ولا رفقاء وكل راهم يخدموا في كل الولايات من الجنوب للشمال، راهم ينظموا شويه المساعدات. طيب العائلات راهم يتبعوا فيهم. هذا شيء غير انساني. شكرا جزيلا لك كمال عيسى الناشط السياسي والنقابي، كنت معنا عبر الهاتف من بجاية. اعود اليك دكتور بن يحيى، تفضل. كنت تتحدث عن هذه الحكومه، ولكن هل المشكله مشكله حكومه فقط؟ مهما لو جئنا بافضل المهارات والكفاءات، ما دام نفس المنظومه لن يتغير شيئا. لا، شوف، هي احنا نقول بكل صراحه في الجزائر كان مشكل كبير هو تاع الرؤيه الاقتصاديه، سكون ابل لا فيزيون ايكونوميك. الشيء هذا غير موجود. لماذا غير موجود؟ لانه فيه كانت في الحكومه السابقه او الحكومات السابقه العصب او لا مينوريتي دومينونت، يعني الاقليه المسيطره على الاقتصاد وعلى الاموال وغيرها. فبالطبع الثقافه هذه ذهنت في الجزائر، والاستثمارات في الجزائر تعتبر باب نصف مفتوح، يعني مفتوح الى على زبائن السلطه، وهذا الشيء لاحظناه في الحكومات السابقه. الان الحكومه هذه نقول بكل صراحه لما نشوف الارقام، لانه الاقتصاد ارقام، لما نشوف الارقام نلقاو الارقام سلبيه، يعني في كثير من المجالات، ربما باستثناء بعض المجالات القليله. الان نشوفوا فيه كثير من المشاكل، يعني ولات موجوده في الجزائر. على سبيل المثال، يعني ترتيب الجزائر في الانترنت، يعني نتكلموا احنا على استراتيجيه الرقمنه، وقلنا انه لابد ان تكون فيها رقمنه في الجزائر حتى تكون الشفافيه وتكون اي غوفرنمنت غيرها. حتى لليوم لم نرى هذا، لانه لابد ان تكون استثمارات حقيقيه. شفنا دول اقل من الجزائر في افريقيا من الامكانيات ومن الاموال، كاثيوبيا او رواندا وكينيا وغيرها من الدول هذه، اللي قدرت تكون في الترتيب جيده جدا، يعني احسن من الجزائر. نقطه اخرى كذلك اللي راهي مهمه جدا، انه لما نتكلموا على الرؤيه الاستشرافيه او الاقتصاد المعرفي او التكنولوجيات المتطوره وغيرها، فبالطبع لابد تكون عندنا موديل ايكونوميك، يعني نمط اقتصادي واضح. والنمط الاقتصادي الواضح هذا يوضع استراتيجيات، وبعدها نوضع الكفاءات اللازمه باش ننجحوا في المهام نتاعنا. الان في الجزائر بكل صراحه نقطه استفهام، كيف يتم اختيار رجال في الوزارات؟ كيف يتم اختيار رجال في مؤسسات الدوله؟ يعني ما نتكلموش فيه بعض الكفاءات صحيح، لكن لما نتكلموا على الحكومه ككل راهي كيما فريق تاع كره القدم، سكون ابال فعاليه الحكومه، لوبيرابيليتي دو غوفرنمون، يعني هذه الحكومه هذه قادره تخدم مع بعضها البعض، يعني يكون في انسجام ويكون فيه رئيس، يعني بما يسمو شيف دوركاستر، يعني رئيس الفرقه وغيرها، وتكون كل الالات منسجمه، او كل قطاع يمشي لوحده. اذا فلما نعمل الحصيله بالنسبه لي انا كخبير اقتصادي ومحلل سياسي، نشوف انه لو بيلون جينيرال، يعني الحصيله الكليه سلبيه. اذا فما نقدروش نتكلم على اداء حكومي في الوقت هذا. ربما الحكومه تتكلم تقول لك انا يعني كانت فيه مشاكل تاع الحراك تاع 22 فبري، وكان فيه كذلك مشاكل تاع كوفيد 19، لكن هذا ما يمنعش أن نبني قاعدة اقتصادية قوية في الوقت الحالي. كثير من الدول هذا هو الوقت اللي بنوا فيه المخططات نتاعهم وعملوا دراسات وبداوا ينفذوا فيها، وكانت فيه يعني أطر كبيرة جدا أن دول نامية أو كذلك حتى الدول المتطورة أنها تدخل في الانسجام الدولي ككل. لأنه بعد كوفيد 19 راح نعيشوا مراحل صعبة جدا، يعني أي كما يتكلم ويليام شكسبير، أكون أو لا أكون تلك هي المشكلة، to be or not to be that question. يعني إحنا الجزائريين الآن عرفنا صعوبات كبيرة في الاقتصاد، هذا كلمتك على أنه الرؤية ما كانش، لكن نقول بكل صراحة كذلك عدم الكفاءات غير موجودة. يعني الجزائر ربما في الستينات والسبعينات حتى بداية الثمانينات كانوا إطارات، يعني مستوى عالي. الآن فيهم إطارات، لكن للأسف الشديد قليل اللي راهم موجودين في السلطة، لكن الأغلبية خارج السلطة. إذا فالآن لما نتكلم على السلطة أنها محتاجة الآن ربما جرى الانتخابات التشريعية في ظروف معينة نظرا لظروف معينة، لأنه حتى بالنسبة ل 23% للانتخابات يعني المشاركة تعتبر ضئيلة، لكن المعدل العالمي 30-35% من الدول أوروبية ما تجاوش 35%. لكن العيب أين يكمن؟ أنه لابد تكون حكومة عندها أهداف واضحة المعالم، اختيار الرجال، اختيار الأهداف، وكذلك محاربة الفساد، لأن الفساد أنهك الجزائر بكل صراحة.
يعني الفساد هذا اللي تغلغل في كل جذور مؤسسات الدولة، فبالطبع يعني خلق مشاكل كبيرة، وبالطبع عندما ما نعرفوش كيفاش نعمل الآليات نتاعنا باش ننجحوا في المستقبل، لأنه لما تريد أن تعمل آلية فيه مجموعة ضاغطة أو مجموعة أخرى تحاربك ما تخليكش حتى تبني الأهداف نتاعك. إذن ففي الإطار هذا ككل نقول بكل صراحة أنه الآن آن الأوان مهما كانت الظروف يعني صعبة، لأنه إيطاليا كذلك عاشت ربما حكومات صعبة، شفنا لكن تبقى إيطاليا وقفة يعني اقتصاديا وعندها كفاءات وعندها كل أمور. إذن فالجزائر الآن ما نبقاوش نتكلموا أو نبكي على الأطلال، قال لابد تكون حلول سياسية عميقة وكذا. بالطبع الدول النامية كالجزائر أو الدول اللي ماشية في الإطار هذا لازم لها مراحل وخطوات حتى نصل إلى الديمقراطية الحقيقية. لكن الإشكال اللي مطروح الآن، لماذا لا نخدم بلادنا الآن؟ لأنه حتى كي نتكلموا عن الفساد أو الرشوة موجودة حتى في دول كبرى، لكن الدول هذه خدمت الدول تاعها، خدمت يعني هياكل قاعدية كبرى، خدمت اقتصاد، خدمت رغم وجود الفساد بنسبة معينة. لكن في الجزائر لا يوجد، يعني فيه فساد لكن لا يوجد استثمارات جدية، لا يوجد اقتصاد يعني. طيب قوي. ولكن ربما دكتور بن يحيى من يأتي ليستثمر في بلد يقطع الإنترنت بمناسبة البكالوريا لأيام مثلا؟ من يأتي للاستثمار في بلد مغلق على أبنائه مثلا؟ تكون تشير إلى تراجع احتياطات البلاد الجزائريين في الخارج، المفروض مورد للعملة الصعبة، الآن بالعكس يعاملون كأنهم خطر، بينما يسمح للهنود أن يأتوا بالعكس ليأخذوا الأموال من الجزائر. الجزائريون الذين يأتون إلى بلدهم يعاملون بتلك المعاملة، يحجرون في فنادق لا تتوفر على شروط وغيرها من المعاملة. شوف بكل صراحة نتكلموا يعني حتى بالنسبة لإخواننا المغاربة في الغربة يعني اللي عايشين في الخارج، والله تأسفنا كثير وتكلمنا كثير حتى في مع كثير من المسؤولين، وتكلمنا حتى في الإذاعة وتكلمنا كذلك في التلفزيون كيفاش الجزائري يروح يعني يجي من فرنسا مثلا ب 800 اورو حتى 1000 اورو يعني يبقى في الحجز وكذا، شيء غير مقبول هذا بكل صراحه، يعني فيه سوء تسيير وسوء رؤيه. بينما اخواننا في تونس او اخواننا في المغرب او حتى في دول عربيه اخرى انهم عندهم تسهيلات للرجوع للوطن، وبالطبع فيه بروتوكولات صحيه لابد المحافظه عليها وغيرها، لكن هذا كله نقول بكل صراحه هذا عدم الرؤيه الحقيقيه للاقتصاد، لانهم ما زالوا يفكروا بالطريقه الاداريه، الطريقة الإدارية اللي حطمت الاقتصاد الجزائري. من يأتي إلى الجزائر؟ كثير من المستثمرين إحنا عندنا علاقات حابين يستثمروا في الجزائر، من الصينيين، من الروس، من الأوروبيين، من حتى الأفارقة يريدون أن يستثمروا، في كثير من الجزائريين يريدون أن يستثمروا، لكن كما تكلمتك في الأول أنه الجزائر تعتبر باب نفس مفتوحة، يعني إذا كنت تابع المجموعة أو عندك عصب أو مجموعة تدافع عليك فأهل وسهل بالطبع فيه ربما أمور تسهل هالك، لكن إذا ما كنتش تابع المجموعة فمن المستحيل أنك تدخل إلى هذه السوق الجزائرية. إذا فالجزائر الآن محتاجين حكومة قوية، حكومة يعني عندها كفاءات عالية، ولابد أنها تتخذ الإجراءات اللازمة. طيب. نفتح الأبواب للاستثمار، نفتح الأبواب على كل الأمور، لأنه العالم الآن يتغير، والجزائر تعتبر يعني دولة في هذه القرية الكبيرة للعالم. يعني احنا الاشكال مطروح حاطين باللي احنا عايشين في كوكب والعالم اخر عايش في كوكب واحد اخر، وهذه الحقيقه الموجوده الان، يعني كل واحد عايش في بلانيت، والشيء هذا غير مقبول. كثير من الامور اللي تكلمنا عليها في السابق انه لابد تكون فيه اصلاحات عميقه، اصلاحات اقتصاديه، اصلاحات سياسيه، اصلاحات اجتماعيه، لكن بقات الامور سطحيه. لانه علاش؟ لانه لما تكون الكفاءه الموجوده يسكن في ليزيتود فين، يعني الدراسات الدقيقه في الملفات وتعرف طيب. الإحصائيات الحقيقية ولا اتخاذ القرارات الصحيحة. أما لما تكون قرارات سطحية سوبرفيسيال وتكون أمور فما تعرفش العمق نتاعك، يعني لابد تكون تعمق في الأمور الداخلية نتاعك لاتخاذ القرارات المهمة وتخرج بها لصالح الشعب الجزائري ولصالح الجزائر. شكرا جزيلا لك دكتور بن يحيى فريد الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر خدمة سكايب من الجزائر. الوقت يداهمنا أستاذ بوجمعة غشير، ولكن هل يمكن تحقيق كل هذا التغيير في إطار استمرارية نفس النظام؟ بالمناسبة الانتخابات في قراءته سفير واشنطن السابق في الولايات المتحدة روبرت فورد في الجزائر يقول بأنه تبون يزداد عزلة بهذه النتائج، مقاطعة شعبية قياسية وعسكر
لا يريدون التغيير في عالم يتغير. المشكل في الحكم في الجزائر أن من يملك السلطة غير مسؤول، والمسؤول لا يملك السلطة، وبالتالي وقع هذه المعادلة السيئة، بحيث أن من يملك سلطة القرار لا يمارس المسؤولية، ومن يمارس المسؤولية لا سلطة للقرار بيده، وبالتالي لا يمكن أبدا في ظل هذه المعادلة السيئة أننا نبني دولة وأننا نبني اقتصاد. كل الحكومات يعني من الاستقلال حتى الآن هي حكومات شكلية فقط، لا أكثر ولا أقل، كل شيء يتم على مستوى معين، وبالتالي تطبق بعض السياسات التي غير مدروسة في أغلبها، وبالتالي تؤدي إلى الفشل. لذلك أعتقد بأن الأمر يتعلق بإعادة النظر في كيفية ممارسة الحكامة في بلادنا. طبعا هناك مؤشرات أو خطاب نوايا على أكثر ولا أقل، ولكن لحد الآن ما شفناش مؤشرات جادة على أننا ننخرط بنظام حكامة جديد يجعل الجزائر تقلع إلى ما هو أحسن. شكرا جزيلا لك أبو جمعة غشير المحامي، كنت معنا عبر خدمة سكايب من قسنطينة. في مقابل إذن سلطة ترفض التغيير، حراك يريد تغييرا يليق بالجزائر ويتعرض إلى ما يتعرض إليه من القمع ومن المتابعات، لكنه يتواصل فكرة وحجة على السلطة، وخاصة مع ما تمخض عنها وما بشكل خاص مع نتائج الانتخابات الأخيرة، عودة لافلان والأرندي الذي كان يقول له من الحراك ديجاج، ومقاطعة شعبية واضحة لهذه الانتخابات ولما يطرحه النظام. الجمعة 23 بعد الماء، الحراك الشعبي يضع السلطة في مواجهة الحائط. رغم تغييب المسيرات السلمية بالعنف المفرط، ما يزال الحراك يهزم السلطة. انتصارات متتالية في مختلف المنازلات، وإن بالنقاط وليس بالضربة القاضية. الضربة القاضية غير واردة في أدبيات السلمية لأنها تقتضي عنفاً تنبذه. استنفار مئات الآلاف من عناصر الأمن كل أسبوع اعتراف صريح بالهزيمة. الثورة الشعبية شيبت السلطة، أعجزتها وجعلتها ترتكب أخطاءً عمقت فشلها. انفلات أمني راكم تجاوزات وانحرافات أخرجت حلفاء السلطة عن صمتهم. انتهاكات بالجملة وضعت السلطة أمام غضب داخلي متصاعد وضغوط خارجية. السلطة لم تعد تتحمل هذا الكم الهائل من التقارير الدولية المدينة لممارساتها. اتهام كل المنظمات بالعداء للجزائر ونظرية المؤامرة أصبحا إدانة إضافية للتعنت. في الجمعة 23 بعد الماء تتأكد السلطة مجدداً أن ترتيباتها لم تغير شيئاً. ما يزال الجزائريون يرددون في السر والعلن، تبون مزور جابوه العسكر مكاش الشرعية، ويرفضون مسرحية الانتخابات ويهتفون ما انتخبناش، ما عندنا رايس، ما عندنا مجلس.
مبروك سعدي. في المقابل حراك ما زالت حجته بالعكس تتقوى حجة الحراك مع ما يصدر من هذه السلطة رغم القمع الذي يتعرض له. نعم الحراك أكبر انتصار وأكبر حجة للحراك الشعبي في الجزائر منذ انطلاقه هو حفاظه على السلمية التي قل نظيرها في العالم، لأن السلمية أو سبيل السلم المحافظة على سلمية الحراك هي الشيء الوحيد الذي ينزع من السلطة الفتيل أو الشماعة التي تريد أو التي تبحث عنها من أجل وأد هذا الحراك وضرب هذا الحراك على أساس أن هذا الحراك يستعمل العنف وكل خطرة كما رأينا حاولت السلطة أكثر من مرة أن تسبغ هذا الحراك بلون معين لكنها لم تستطع. بقي هذا الحراك هو حراك الشعب الجزائري، ليس حراك أحزاب، لا حراك جماعات، لا حراك اتجاهات معينة، هو حراك كل مكونات الشعب الجزائري، حراك الشعب الجزائري بكل أطيافه. الحراك هذا ينبغي أن يحافظ على هذه السلمية وينبغي أن يستمر، وفي نفس الوقت ينبغي أن يفكر في بدائل أخرى للنضال، لا ينبغي أن نجمد على طريقة واحدة حتى يتم الضغط على هذا النظام، لأن الواقع يقول أن النظام هذا ليس له أي نية في إحداث التغيير في الجزائر، والدليل على ذلك أنه لا يزال ماشي في القبضة الأمنية، ماشي في الاعتقالات تاعه، ماشي في المتابعات، لأنه لو كان له نية حقيقية وفعلية في التغيير أول حاجة يوقف هذا القبضة الأمنية ويطلق سراح كل معتقل رأي اللي تجاوز العدد تاعهم 270 قبل أيام، لأننا لا يمكن بناء دولة قوية. وأنا كنت سمعت المداخلة تاع أحد الضيوف تاعك اللي كان يطرح في تصور كيفاش يمكن خروج الجزائر من هذه الأزمة، أنا أقول له لا يمكن لهذه الأنظمة ولا تستطع هذه الأنظمة إخراج الجزائر من أزمتها، لأنه لا يمكن بناء دولة قوية بنظام مهترئ، لا يمكن بناء دولة قوية عن طريق مجالس مزورة ببرلمان وحكومة فاقدة للشرعية، لا يمكن بناء دولة قوية واقتصاد قوي وإحداث تغيير وثورة في كل المجالات إلا بفتح المجال السياسي أمام كل الجزائريين، إلا بإشراك الكل إشراكا حقيقيا، ولن يكون ذلك إلا بالخطوة الأولية التي لن تكون أيضا إلا عبر حوار جاد وحقيقي يجتمع فيه كل الجزائريين، أقول بما فيه السلطة الفاعلة، على طاولة واحدة للبحث في الآليات التي تمكن الجزائريين من إحداث تغيير حقيقي وشامل وجذري للأزمة التي تعيشها الجزائر. شكرا جزيلا لك. مبروك سعدي الناشط السياسي عثمان بن صيد. نختم معك عشية الجمعة 23 بعد المئة من الحراك، برغم التضييق الذي والقمع الذي تمارسه السلطة على الحراك، هل تقوم السلطة بما تقدمه من مؤشرات من عناوين فشل نيابة بالحراك نيابة عن الحراك؟ القراءة اللي احنا نشوفوها في الواقع في الميدان باحتكاكنا مع النشطاء ومع المناضلين والمواطنين أن الحراك انتصر انتصارا عظيما، لأنه في وقت أن النظام يجره إلى العنف فإذا بالحراك عاهد نفسه بأنه يستمر في السلمية، وهي السلمية التي أزعجت هذا النظام وجعلته يتخبط. فهناك من يقول باللي الحراك توقف في بعض الولايات وإلى غير ذلك، هو في الواقع
الحراك لم يتوقف، بل هناك موجة كبيرة جدا وموجة عنيفة ضد المواطنين، ضد المناضلين، ضد كل رأي يخالف رأي السلطة. فلذلك نحن نوصي دائما النشطاء، دائما الحراكيين المتحمسين إلى الجزائر الحرة الديمقراطية، بأن يلتزموا بأن يرجحوا الحكمة، بعدم، لأنه إذا كان عندنا 300 معتقل ما بغيناش نوليو 3000 معتقل. فلذلك هي قضية وقت فقط، بل ظروف، كل ظروف الآن، ظروف الأزمة الاقتصادية، التعتيم الإعلامي إلى غير ذلك، والقمع، هي أمور تغذي الحراك وتشحنه لدفعة ثانية. ومن الصيف أحيي من عمق قلبي أصدقائي الموجودين في السجن، وآخر محاولة اعتقال وآخر اعتقال البارح لصديق لي من عين الناس. فهؤلاء نحن واقفون معهم قلبا وقالبا، ولا يمر علينا يوم إلا ونفكر فيهم وفي عائلاتهم. ولكن ما أريد أن أوصله أيضا للرأي العام، لأن معنويات هؤلاء مرتفعة جدا، لأنهم يؤمنون بأن النضال للنضال، وإذا كنت تحب الجزائر، في الجزائر لابد أن تدفع ضريبة، وهي زجك في السجن أو عزلك من منصب عمل أو تضييق عليك، تضييق على نشاطك في كل مجالات. شكرا جزيلا لك عثمان بن صيد، عضو المكتب الوطني للإرسيدية. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.